بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد النعماني، أستاذ واستشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب. الحقيقة في سؤال مهم جدا وإحنا بنعتبره بريفنتيف أو بروفيلاكتيك، وهو عن طريقة حماية القلب، يعني إزاي أحمي عضلة القلب والشرايين قبل الإصابة بأي مرض من الأمراض. أهم حاجة هي السيطرة أو مقاومة عوامل الخطورة اللي موجودة والتي بتؤدي في الآخر إلى الإصابة بالشرايين التاجية. أهو عامل الخطورة يمكن الامتناع تماما عن التدخين، الحفاظ على الوزن المثالي سواء في الرجال أو السيدات، و يعني الانتظام على أدوية الضغط والسكر بحيث إن هما كل من الضغط والسكر يبقى تحت السيطرة تماما، وبرضه الاهتمام بتظبيط نسب الكوليسترول سواء عن طريق الأكل الصحي أو عن طريق الأدوية المخفضة للكوليسترول والدهون الثلاثية، ومنها برضو أيضا الانتظام في المشي لمدة من 30 ل 40 دقيقة على الأقل 5 مرات أسبوعيا. لو احنا عملنا كل ده، سيطرة على الضغط، على السكر، على الكوليسترول، الوزن المثالي، نبعد عن الفاست فودز والأطعمة الخاصة اللي هي بتعلي نسبة الكوليسترول، والانتظام في المشي بطريقة منتظمة على الأقل 5 مرات أسبوعيا، هنا بنضمن إن شاء الله أن يبقى فيه السيطرة على عوامل الخطورة الموجودة في الجسم وبالتبعية حماية القلب والشرايين.